كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو راح يكون عن قصة ليس الشديد بالصراع. بس قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. طبعا هلا خلينا نبلش بالقصة. حسنا يا اطفالي انتبهوا جيدا واحضروا لي هذه الاشياء التي قلت لكم عنها. حسنا يا امي، لكن احذروا من الطريق، سوف افعل لكم ان احضرت هذه الاشياء كعكة لذيذة. شكرا، اجتنبوا من الطريق. حسنا هيا معكم الله، سيكون هذا رائعا. هيا فلنذهب للسوق. هيا لقد وصلنا، ها هو من هنا. ونعم اعلم، ها هو السوبر ماركت. وصلنا. فلنبدأ. حسنا، ماذا تريد أمي؟ أمي تريد الطحين. سأحضر السلة. ها هي، هيا هذا. نعم، أوه انظر إلى هؤلاء الحمقى. نعم انظر إليهم، أغباهم. حسنا، أمي أيضا تريد، وسأحضر هذا الحليب. أمي تريده، أنا أريد هذا. تعالوا قليلا، أنا أريد هذا، لا تأخذه. حسنا، سأحضر آخر، لا بأس. لا تأخذ أيضا، أريده. ماذا تريد مني؟ لا أريد شيئا، لكن أنا أريد هذه الأشياء. ما هذا؟ فقط أصمت. ماذا نفعل؟ هيا يا يوسف اضربه علّه يتأدب قليلا. لا أريد. هيا اضربني. لماذا لا تضربه يا يوسف؟ أنت تعلم أنك تستطيع أن تسرعه بسهولة، فأنت تمارس رياضة الجودو منذ سنتين أو وهو أصغر منك سنا. لا يا سلام، إذا عاملك أحد معاملة سيئة فلا تقابليه بنفس المعاملة، إنما عليك أن تتصرفي بما تربيت عليه من خلق حسن. نعم، لم أرد عليه لأنني تصرفت كما أوصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، الآن تعلمت. سأغلق الآن. لقد شاهدت كل ما جرى الآن. أرأيتي؟ أحسنت أيها الفتى، جزاك الله خيرا، إنك ولد طيب. إنما قاله أخوك يا ابنتي يدل على طيبة خلقه ودينه. نعم. أما أنت ورفقك فاخرج من مجري ولا تعود حتى تكون قد تعلمت الأدب والأخلاق الحسنة. نعم إنه محق ذلك. طب سأذهب الآن. هي تعالى. أما أنتم سوف تشترون كل شيء. هيا اشتروا. ماذا تريدون؟ حسنا أريد أن أخذ هذا. ونعم هذه المعلبة. ونعم لأمي. ونعم. وبعد انتهائه من شراء الحاجيات. نعم سوف نحضر أيضا ذلك. أريد هذا حتى نحضر. هيا والآن فلنذهب. هيا ضعي لهم هذا في كيس. أين الطحين ذهب؟ ودم. ها هو، ضعي لهم هذا في كيس الآن. سوف أذهب لقليلا هنا وأضعه لهم. هذا الأشياء إنهم أطفال مربعين. حرام عليك. حسنا سأحاسبه لكم. وأيضا سأضع لهم أيضا واحدة المعلبة. حسنا هذا هو ثمنهم 10 دنانير.
نعم تفضلي. وشكرا لك، سأضع لكم كيس. احسبي لهم هذا ايضا مني لهم. فعلا لا نريد، شكرا لك. ويجب ان تأخدموه لانكم تصرفتوا تصرف سليم وصحيح، هذا هو جزاؤكم. حسنا سوف احسبه. هيا هذا هو ايضا هذا الحساب. نعم انا الحساب كثير رائك. لا بس انه 20 دولار. لا بس تفضل. شكرا. هيا تفضل، هذا الكيس لك. حسنا انا سعيدة بما فعلته يا اخي. هيا فلنخرج. نعم الى اللقاء. قد أحببت أصبح الليل الدنيا ليلا الآن. نعم هيا فلنمشي. أعتذر منك يا يوسف، كان تصرفي أحمقا، لقد تعلمت منك درسا لن أنساه. لا عليك، طالما أنك اعترفت بخطائك فأنت تسير بالطريق الصحيح. والآن سوف أودعك ولا تحزن. حسنا شكرا لك لأنك سامحتني. نعم يجب أن أسامح الآخرين. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا يا سلام، الآن يجب أن نذهب إلى المنزل. هيا الآن سوف نسوي. نعم هيا قد أحضرنا كل شيء تلزمه أمي. نعم لقد وصلنا الآن، هيا فلندخل. وبس هيك حال نكون وصلنا لهذه الحلقة. إذا عجبتكم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. وهلأ رح يكون أهداف الحكاية. إن الإنسان القوي ليس بقوة عضلاته وقدرته على صرع الآخرين، بل إن قوته الحقيقة إنما هي بامتلاكه لأعصابه أثناء الغضب وهدوءه وقدرته على حل المشاكل إن واجهته مشكلة أو نزلت به مصيبة. وربما تكون المصيبة هي مفتاح لفرج كبير ويسر كبير كما قال الله تعالى إن مع العسر يسرا. يعني إنك أنت لو إنك كنت قوية ويعني وعندك عضلات وكل شيء، بس قدرتك على الضرب مش قد قدرتك إنك يعني الصبر. يعني إنك لو عملتي الصبر ويعني رح يكون أحسن لك من إنك تضربي، لأنه الصبر مفتاح الفرج. وبتمنى تكونوا استفدتوا. هلا بدي لكم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. ويلا سلام.